انا اللي بشغل واظبط انسولف تحدث ونسني ونس الربع ونس المشاهدين اما البريد ذي عندي انا واني زي انت قبل شوي الله ولا تزيد الا والله خربطت فيه صردعت اذا ما صردعت تبروسنا سب سب فعلوا ما شفت لا لا ايش اسمه وش عندي لك كذا موضوع يا اخي يا اخي موضوع ال وش رايك في اللي في اللي في اللي في اللي تقدم له جميل ويقدم لك إساءة أبحر لي في ذا الموضوع يقدم لك جميل وأنا أقدم له إساءة العكس أنت تقدم له جميل وهو يقدم لك إساءة يرد الجميل بإساءة خطأ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نعم هذا ما قدم إحسان نعم. هذا أنا أسميه جاحد المعروف هذا هاك جاحد المعروف نعم بالنسبة لي وأنت حتى ما في جعبتك أكدينك أنا أقول لا بالله أنا أقول إنه موضوع شيق صراحة تكلم عليه ومن أكثر موضوع بيجين ومن أكثر المواضيع طول الله عمرك اللي نعم يعاني منها أكثر الناس في ذا الزمن أهلا هذا الرجل طال عمرك تقدم الهيكل الوافي وينكر أشهد أنك جبت أنتها والله العظيم ما كأنك طال عمرك سويت عنده جميل ولا كأنك سويت عنده معروف وبعض الرجال أيضا فيه مشكلة أعمق منها اليوم انك قدمت له الجميل تمادى معك بالخطأ ما ينفع معه ما ينفع معه على قولة المتنبي اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا نعم تبي سالفه ولا تعطيني سالفه لا نبي سالفه والله انا سبحان الله انها نزلت علي كذا نفس نعم. ما تقول نعم والله اكبر هذا لصيادين نعم في حد الازمه نعم يطرد لهم صيد ذيك الصيد اللي يبونها وكان طال عمركم عامر ومعامر هي الضبعة يسمونها الأولين معامر أو نعم العرب يسمون كل شيء له لقب نعم والجرادة كانوا يسمونها معوف هذه نعم معلومة نعم. الله يحفظهم وكادوا يتردونها ويتردونها في زبانة ذيك الخيمة الخباء على الأسود قام يا راعي البيت يا راعي يصيحوا له فظهر عليهم الرجال متنجدين سيفه قال أعرضوا روحوا وراكم قالوا يا رجال خل على النبي وهد هد احلم احلم ترى الحلم سيد الاخلاق قال والله ايش قال نبي صيدنا وفيدنا قال والله يا شيء دخل بيتي كائنا ما كان ما حد يقربه في حمايتي وفي جواري قالوا وهو في حمايتك وفي جوارك دبر وخلوه قالوا وهو لك روح طال عمرك وجيب له ذيك الغضاره وقدم لها الحليب قامت تشرب 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 وراح واستهرقت لكن الضبعه ما هي بتفهم ما تفهم من هذا جوار ما تفهم من هذه جيره يوم رقد الرجع فإن الضبع ينبش القبور كيف ينبش البطون فروح تعملك أبقر بطنة سحطن بطنة سنها بوابة المصارين في جهة والأمعاء الدقيقة في جهة والكلوة في جهة شربت دلفين تولي هي بطنة دبرت الأخوه داخل لا إله إلا الله إلا شفت النكر تنجد سيفه ولبس وخذ قوسه وقام يلحق الأثر قال والله أثر الضبع قال والله إني لا أخذ ثار أخوي فلين عانه رب العالمين فاصطادها في يوم اصطادها فشفى غليلة فتأثر فأنشد هذه القصيدة قال ومن يصنع المعروف هذه غير أهله نعم. يلاقيك ما لاقى مجير معامري الله هيك إيش يقول أسمنها حتى لا يقول أني محمد ومن يصنع المعروف هذه غيرها أرحب ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقيك ما لاقى مجير معامري فلما إيش يقول فلما سجارت في بيته شو يقول أحلاب ألبان الدوائر وش قال روح فيها الدوائري إيه الدوائري إيلين قال والله إني مكتوبها الدرائري لا الدوائري مكتوبة أنا طبعا إيلين قال وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرت بأنياب لها وأظافري فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكر الله أكبر الله ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقيك ما لاقى مجرم معامري أعد لها لما استجارت ببيته نعم. أحاليب ألبان اللقاح الدوائري وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرت بأنياب لها وأظافري نعم. فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكر الله هذه على طلبك وعلى هلا حبيبي يوسف كيف حالك؟ شرفت ونورت هذا طال عمرك فيه بيت اللي بن جدلان يقول من نفعت لي ما طلبني منافي جميل تبقى قال هلا والله والله اقدع اقدع والله ياكل هلا اقدر لا 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 والله انت اكل لا تغصب اقدر ريت
ممكن هم وياك يلا بتشيك مالك يلا هلا من نفعة اللي ما طلبني منافع جميلة في غير حالها ضيع ضيع. وفي نعم. حمد بن هادي المسردي يقول يا وش يقول انا ايش قمنا ذا الليل نضيع علوم كثر نقط يا يسلم عليكم مرحبا ومسهلا مرحبا ومسهلا يجي واقول لكم طال عمركم الوداع الوداع يا اصحاب الطرب وان كتب الله ان بنلتقي